بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حاجة اسمها الكونديشنال برانشنج أو التفرع المشروط. يعني إيه الكلام دوت؟ إحنا بنتكلم إن إحنا في أغلب الأبلكيشنز أو البرامج اللي إحنا عملناها كنا بنخلي البرنامج ينفذ سطر ورا سطر بشكل متتالي سيكونشال، يعني الأمر الأول ينفذه وبعدين يتنقل الأمر الثاني ينفذه وهكذا وهكذا الثالث الرابع. لكن في أغلب الأحيان بنبقى عايزين نطبق نرن أمر أو ما نرنوش طبقا لشرط معين. لو شرط سليم ننفذ أمر معين، لو شرط مش سليم ننفذ إيه؟ ننفذ أوامر معينة طبقا للكونديشن. الكونديشن ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قيد أو شرط بيتقيم في الآخر بالكمبيوتر وبيرد عليا بيقول لي يا ترو يا فولس، يعني إكسبريشن، مجموعة من الحاجات اللي بيتقيم في الآخر ويقول لي يا إما الكلام ده ترو يا إما الكلام ده فولس، وبناء عليه أبدأ أنفذ إيه؟ مجموعة من الأوامر. طبعا في عندنا مجموعه من ابنيه القرار اللي موجوده في الكوتلين ديسيجن ستراكشر زي الاف وزي الوين، ودي كل فكرتها بترسم لك الفكره بتاعه الكونديشن والاوامر تتنفذ وما تتنفذش بناء على نتيجه الايه الشرط اذا كان ترو ولا فولس. فاول حاجه نتعرف عليها او الشكل التالي ده بيوضح لنا ازاي بننفذ مجموعه من التعليمات بناء على ايه على الشرط. ففي الاول هنا مثلا لو في اكواد بننزل بعد كده بنلاقي ايه سؤال، ده اللي هو الشرط كونديشن اللي هو هيقيم باه او لا. لو اه بيخش في الجنب بتاع اليس، لو لا هيخش في جنب النو، او لو اه يخش في الترو، لو لا هيخش في الفولس. طبعا لو يس هينفذ اوامر تتنفذ في حاله الترو امر او اوامر، وبرده في الفولس يقدر ينفذ امر او اوامر في حاله الايه الفولس. وفي الاخر كده كده بيوصل لاكواد بتحصل بعد جمله مين، بعد الجمله بتاعه التفرع المشروط. هنخش على طول في اول جمله من الجمل اف. اف ليها كذا شكل، انا حاولت الخصهم في ثلاث اشكال، المفروض يبقوا خمسه بس هضم اثنين مع بعضهم واثنين مع بعضهم وبعد اخر واحد واحد. اف وشرط وستمنت، لو شرط حقق بينفذ ستمنت، شرط محققش بينفذش، ما بينفذش الستمنت. ممكن نقول اف وشرط ومجموعه من الستمنتس، بس احط قوسين بتوع الايه دول لازم يكونوا موجودين. الاوامر قبل الجمله شرط، لو ترو هيخش ينفذ امر او عده اوامر بعد الترو، وفي الاخر يطلع بره. في الفولس مفيش ايه، مفيش خروج بره. تلاحظ بس في حكايه الستمنتس ان لازم يكون موجود عندنا الاقواس دي بتاعه الايه بتاعه المجموعه. عشان نجرب مثال، تعال نعرض اذا كان الرقم بتاعنا دوت رقم زوجي من غير ولا لا، يعني اذا كان الرقم زوجي نطلع ان هو زوجي. فانا هطلب منه اقول له سمحت دخل رقم، اقرا رقم جوه اكس واشوف اكس مودولس 2، يعني باقي القسمه الصحيحه على 2. لو كانت صفر، ما هو اي رقم زوجي باقي القسمه الصحيحه على 2 بيجيب صفر. في الحاله دي هعرض ان الرقم ايفن، وفي الاخر هعرض كلمه بروجرام كومبليتد عشان اثبت لك ان كده كده دي امر بره الاف، مش هيتاثر سواء الاف جابت ترو او جابت فولس، نفذ او يعني نفذ الامر او لا، كده كده في الاخر بيطبع الامر اللي خارج الايه اللي بره جمله الاف. فتعالى نكود الاكزامبل بتاعنا ونشتغل نبني المين فانكشن بتاعتنا. نعرف على طول كده فاريبل var، وهقول اكس، اكس ده اعتبره مثلا دبل مثلا سي، طب ممكن اعتبره انت لكن هو هيشتغل معانا في الدبل برضه نفس المثال. وهعمل بقى الانبوتس بتاعتي، هقول له برنت مثلا لو سمحت دخل لي قيمه الاكس اللي هو قيمه الرقم، يعني بليز انتر مثلا نمبر نمبر و كولون كده، وبعد كده اعمل الاكس بتساوي وريد لاين، طبعا احط العلامتين بتوعنا واقول له دوت تو دبل كده. قريت قيمه من المستخدم. بعد كده عايز اقول اف ان الاكس مودولس 2 لو كانت بتساوي تساوي صفر، في الحاله دي بالنسبه لها هيبقى ايه؟ هيبقى الرقم زوجي. خد بالك بس عشان الاكس كانت دبل فلازم تكون الاثنين دبل عشان حاطط بوينت زيرو، ولازم النتيجه تطلع دبل يعني 0 بوينت ايه؟ بوينت زيرو. في الحاله دي هعمل ايه؟ هقول له برنت مثلا لاين وهقول له نمبر از ايفن، الرقم ده زوجي. ده كده الامر ده عشان سطر واحد، فده اللي جوه الاف، ده اللي جوه الاف. لو انا عايز انفذ اكتر من امر لازم احط الاقواس. وفي الاخر هقول له برنت لاين على بروجرام كومبليتد، خلاص بروجرام كومبليتد خارج خالص الاف، كده كده هتتنفذ. لكن لو الشرط بتاع الاف اتنفذ جاب ترو هيطبع نمبر از ايفن، لو الشرط ما حققش مش هيطبع نمبر از ايفن. لكن كده كده في الحالتين بروجرام كومبليتد هتطبع في ايه؟ في كلتا الايه الحالات. زي ما احنا شايفين قال لي انتر نمبر، قلت له خمسه ما ردش عليا وقال لي البرنامج انتهى، صح كده؟ اما ادخل رقم زوجي يعني اعمل ري ران كده وادخل رقم زوجي مثلا وليكن 6، قال لي نمبر از ايفن، وكده كده بروجرام كومبليتد مالها موجوده كده 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 في كلتا الحالتين لان هي خارج جمله الايه الاف. لو انا عندي مجموعه من الاوامر احط القوسين واكتب كل اوامر جوه مين، جوه الاف. دي كانت اول شكل من اشكال الاف.